الحاجات المهمة جداً اللي بتخلي شخص يجيله كبت نفسي إنه ما تعلمش أصلاً يعبر عن نفسه من وهو صغير، ما تعلمش يعبر عن احتياجاته، ما تعلمش إن هو يقول أنا متضايق من كذا، ما تعلمش يعاتب لما حد بيزعله، بياخد الموقف جواه وبيبلعه وما بيتكلمش خالص. فأول حاجة لأن أنا ما تعلمتش أعبر عن اللي جوايا، ما تعلمتش أعبر عن غضبي عن زعلي. متخيل إن ده ضبط نفس، هو ضبط النفس في المواقف جميل، لكن فيما بعد بقى ضبط النفس، انت فرغت، انت رحت اتكلمت، انا مثلا مراتي قالت لي كلام جارح جدا قدام الناس، انت هل رحت اتكلمت معاها؟ مديري بهدلني قدام الشركة كلها وده مديري واكل عيشي. جميل، تعرف ازاي ان انت تروح تتكلم معاه او حتى تقدم شكوى او تاخد خطوات تاخد بيها حقك؟ اتعلم تعبر عن نفسك، تعبر عن حقوقك. إنه من الحاجات اللي بتخليني يجيلي كبت نفسي إن أنا ما بعرفش أقول لأ. إحنا ما تربناش على ثقافة اللأ، يعني أنا مثلاً حد بيكلمني في وقت مش لازم يكون متأخر بس أنا مش قادر أتكلم، أنا نفسياً مستنزف، حد مثلاً طلب مني إن أنا أعمله مشوار وأنا مش قادر فأنا مش عارف أقول لأ، فأنا في كل مواقف حياتي أنا مش قادر أقول لأ، الطلب مني شغل كتير جداً جداً وده شغل فمش قادر أقول لأ. بنقول ساعتها اعرف إزاي تقول لأ، أو اديني تايم زيادة قدام الشغل الزيادة، طالب بحقوقك. لو في مكالمة أنت مش عايز ترد عليها ما تردش عليها، لو في حد طلب منك تروح مكان أنت مش عايز تروحه لا يتوافق مع مبادئك وقيمك، اتعلم تقول لأ. النقطة دي بتدخلنا على النقطة اللي بعدها، أنا بخاف أقول لأ لأن أنا خايفة أزعل الناس، أنا خايف لو أنا قلت لأ الناس تبعد عني وما تحبنيش، أو الناس تاخد موقف مني، أو الناس ما تصاحبنيش تاني. الحقيقة إن ده ممكن يحصل، بس خليني أقولك حاجة تطمنك شوية، الناس بتختبر حدودك. يعني إيه؟ يعني الناس بتبدأ تجرب معاك أنت لحد فين هتستحمل، لحد فين هتقول لحد فين هنفضل نضغط عليك وأنت تستجيب لهذا الضغط، لحد فين ممكن نعمل مواقف جارحة أو نهزر معاك بأسلوب لا يليق وأنت هتقبل. طب لو أنا ما قبلتش ممكن في الأول يضايقوا منك، بس بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بعد كده هما بيقربوا تاني وبيتكلموا معاك وبيحترموا حدودك. أنا مثلاً كشخص ما بتكلمش في التليفون بعد الساعة 10 وصحابي عارفين كده، في الأول زعلوا، بعد كده إيه؟ بقينا نرتب نفسنا نكلم شري قبل الساعة 10 لأن هي بعد كده ما بتتكلمش. أكد حقوقك من غير ما تكون خايف من رد فعل الناس. لو أنا حد مضغوط جداً نفسياً والخزان النفسي بتاعي مليان على الآخر وبدأ يحصل لي أعراض نفس جسمية، بدأ الضغط بتاعي يعلى، بدأ يجي لي مشاكل في القولون وفي المعدة، وبدأت حقيقي أعاني جداً من الكبت، هل في طرق للتفريغ النفسي؟ التفريغ النفسي هي الطريقة اللي أنا بفضي بيها الخزان من غير ما أبقى عصبي قوي، من غير ما أبقى متوتر طول الوقت، من غير ما أمرض من كتر الكبت النفسي اللي عليا. بنقول إنه علماء النفس قالوا لنا إن في طرق للتفريغ النفسي هايلة وجميلة وبتجيب مفعول جميل قوي. أول طريقة هي التوك ثيرابي أو الحكي أو الفضفضة. أوقات ناس بتيجي للجلسات النفسية ما عندهاش مشكلة كبيرة في حياتها بس محتاجة بس تتكلم، محتاجة حد يسمعها. بنقول الموضوع ده ما تستهونش بيه، إنك تحكي أو تفضفض مع متخصص، مع حد قريب منك، مع زميل صديق حد أكبر منك. الحكي ببساطة بيفضي البالونة، بيفضي الخزان النفسي. يعني ممكن المشكلات اللي انت بتعاني منها ما تحلتش بس انت الغضب اللي جواك انت فضيته. بنقول كده، يعني كتير جدا بيجيلي فيدباك بعد الجلسات هي مشكلاتنا ما تحلتش بس احنا ارتحنا. خليني أفاجأك بحاجة لطيفة، انت لما بترتاح وبتهدى نفسيا ممكن انت تلاقي حل لمشكلاتك، مش محتاج حد يحل لك حاجة. فبنقول من طرق التفريغ النفسي المهمة جداً إن إحنا نتكلم أو نحكي. تاني طريقة الرايتنج ثيرابي أو اكتب مشاعرك على الورق. يعني إيه الكلام ده؟ أولاً عشان أكتب مشاعري لازم أصلاً أفهمها، يعني أفهم أنا إمتى ببقى زعلان، إمتى أبقى غضبان، وأبدأ إن أنا أعبر عنها. أول حاجة بعبر بالكلام، تاني حاجة بعبر إن أنا أبدأ أطلعها على الورق. يعني في ناس كتير بيقولولي كده إنه إحنا لما بنكتب الحاجات اللي مضايقانا إلى حد ما بنهدى، فأول حاجة فضفض،
تاني حاجة طلع مشاعرك على الورق. كمان لما بيجي لنا حد في العصبية بالذات يعني أو الاكتئاب ويكون هو مش عارف يسيطر على ده، بنقول له العب رياضة. ففي ناس بتستهون بالكلام ده، إيه يعني ألعب رياضة وأنا جاي أصلاً أتعالج؟ أو اتمشى، أو انزل اعمل أي مجهود حركي. بنقول إن المجهود الحركي برضو بيريحك نفسك، بيفرغ الطاقة السلبية. المجهود الحركي أو الرياضة تفريغ جيد جداً للطاقة السلبية، حتى لو هتنزل تتمشى. إيه كمان من الحاجات المهمة جداً؟ الارت ثيرابي، ان انت تمارس اي نوع من انواع الفنون اللي انت بتحبها. ارسم، لون، مثل، صور. في ناس بتحب التصوير جدا، حتى لو ده هتمارسه في بعيد عن اوقات شغلك، مش لازم تشتغل الحاجات دي. ممكن في ناس بتشتغل ده، وممكن ان انت تعمل ده في الوقت الفاضي اللي عندك. مهم جدا، الفنون بطرقة كده بروح الانسان، وبتعتبر طريقه من الطرق اللطيفه جدا للتفريغ النفسي. كمان من الحاجات اللي اكتشفها علماء النفس اللي حتى ما كانوش لسه قوي بيتدينوا بدين معين، هو فكرة التأمل والصلاة. فكرة التأمل والصلاة في حد ذاتها ان انت يكون ليك خلوة يومية، وقت خاص مع الله خلال اليوم، ده بينعكس على نفسيتك جدا. بتحس ان انت مرتاح، بتحس بهدوء وسلام، بتحس انه انا بره في مشاكل كتير قوي، انا حياتي يمكن مش تمام، انا ظروف حياتي مش احسن حاجه، انا مضغوط في البيت، مضغوط في الشغل، انا مش مطمن، ظروف البلد وظروف الحياه كتير صعبه قوي وضغطاني. لكن بنقول كده، هل انت متكل على الله؟ لو انا مصدق انه انا في ربنا، وانه انا ربنا ده مش هيسيبني ابدا. اوقات كتير على فكره بنبقى مش عارفين انه مرتبنا ده ما يكفيش حتى لنص الشهر، ونتفاجئ انه الحمد لله الشهر بيعدي وكل الاحتياجات اتسددت، ونقولها كده انا مش عارف هي مشيت ازاي. انا اقولك هي مشيت ازاي، هي مشيت ببركة ربنا، هي مشيت لان انا متوكل على الله مش متواكل. انا متكل عليه، مطمن ان انا ليا اب سماوي هيرعاني، لكن بنزل اشتغل وبسعى وهو بيساعدني. فالتأمل والصلاة من ضمن الحاجات اللي بتفرق معايا جدا جدا في علاج الكبت النفسي.